موضوعنا لهذه المحاضرة بعنوان إيثرز، الإيثرات. إيثرز are compounds of general formula ROR and AROR or AROIR. It's phenyl or some other aromatic group. To name ethers, we usually name the two groups that are attached to oxygen and follow these names by the word ether. Then, الإيثرات هي المركبات التي لها الصيغة العامة ROR أو IROIR أو IROR أو IR، حيث أن R هي مجموعة ألكيل و IR هي مجموعة أريل. إذن الصيغة العامة للإيثرات ROR or AR or R or AR or AR. R هي مجموعة الكيل جروب، و AR أريل جروب، حيث أن R مجموعتي R مرتبطة إلى ذرة الأكسجين، مجموعتي الألكيل أو مجموعتي الأريل مرتبطة إلى ذرة الأكسجين، وهي تعتبر كمشتق للماء. الماء ذرتي الهيدروجين مرتبطة إلى ذرة الأكسجين مركزية. في الإيثرات R مجموعتي الألكيل أو الأريل مرتبطة إلى ذرة الأكسجين، وتسمى هذه المركبات بالإيثرات. نأخذ أمثلة لتوضيح هذه المركبات. يسمى هذا الإيثر بداي إيثايل إيثر. مجموعتي أثل مرتبطة إلى ذرة الأكسجين المركزية، مجموعتي أثل مرتبطة إلى ذرة الأكسجين المركزية داي إيثايل إيثر. وهذه تسمية تسمى بالكومن نيم، تسمية شائعة الكومن نيم. نأخذ مثال آخر. يسمى هذا المركب داي آيزو بروبايل إيثر. مجموعتي الكيل آيزو بروبايل ذرتي مجموعتين مثل مرتبطة إلى ذرة كربون مركزية آيزوبروبايل. على ذرة كربون ثلاثة إذن آيزوبروبايل. مجموعتي آيزوبروبايل داي آيزوبروبايل إيثر. نأخذ مثال آخر. تيرشري بيوتايل ميثايل إيثر. إذن تيرشري ذرة الكربون المركزية مرتبطة بذرة الأكسجين حاملة بثلاث أو مرتبطة بثلاث ذرات كربون. إذن تيرشري على ذرة أربعة تيرشري بيوتايل مثل إيثر. نأخذ مثال آخر. فنيل مثل إيثر. إذن
مجموعة الفانيل مثل فانيل إيثر أو فانيل مثل إيثر. هذه التسمية كلها تنسب إلى الكومن نيم، التسمية الشائعة. If one group has no simple name, the compound may be named as an alkoxy derivative. عندما لا يمكن تسمية أحد المجاميع تسمية بسيطة، يسمى الإيثر كمشتق للألكوكسيدات. إذن عندما لا يمكن تسمية أحد المجاميع تسمية بسيطة، عند ذلك يسمى الإيثر كمشتق للألكوكسيدات. الآن نأخذ بعض الأمثلة لتوضيح هذه التسمية. يسمى هذا المركب نفس تسمية الألكانات، يعني يسمى الإيثارات نفس تسمية الألكانات. عندما كنا نسمي بالألكانات كنا نعوض عن مجموعة المرتبطة بالألكان بمجموعة الألكيل. على سبيل المثال بالكلور كنا نقول 1 كلورو بروبان، ذرة كلور مرتبطة بذرة رقم 1 1 2 3، كنا نقول 1 كلورو بروبان. هنا في الإيثرات سوف نقول 1 ميثوكسي بروبان. هذه المجموعة تسمى ميثوكسي، ذرة الأكسجين مرتبطة بمجموعة المثيل، هذه المجموعة تسمى ميثوكسي. إذن 1 ميثوكسي بروبان عندما تكون ذرة الأكسجين متصلة بمجموعة مثيل تسمى هذه المجموعة بميثوكسي، والسلسلة الطويلة بروبان، إذن 1 ميثوكسي بروبان. نأخذ مثال آخر. الآن هذه السلسلة الطويلة 1 2 1 2، إذن مركب الإيثان حامل ذرة رقم 1 حاملة لذرة كلور وحاملة مجموعة الميثوكسي، ذرة كلور رقم 1 حاملة لذرة كلور وحاملة مجموعة الميثوكسي. إذن يسمى هذا المركب 1 كلورو 1 ميثوكسي إيثان. هذا ركب 2، إذن إيثان 1 كلورو 1 ميثوكسي إيثان، ذرتي كربون في سلسلة طويلة، إذن إيثان ذرة كربون رقم 1 حاملة ذرة كلور وحاملة لمجموعة الميثوكسي، إذن 1 كلورو 1 ميثوكسي إيثان. نأخذ مثال آخر. هذا المركب يحتوي على 6 ذرات كربون، إذن 1 2 3 4 5 6. إذن نعطي أقل الأرقام لذرة كربون حاملة مجموعة الألكوكسي، سواء ميثوكسي إيثوكسي بروبوكسي، المهم نعطي أيضا أقل أرقام لذرة الكربون الحاملة لمجموعة الألكوكسي. فهنا ذرة كربون رقم 3 حاملة مجموعة الميثوكسي، إذن نقول 3 ميثوكسي هكسان 3 ميثوكسي هكسان.
نأخذ مثال آخر. في هذا المركب يحتوي على مجموعتين وظيفيتين. المجموعة الأولى والوظيفية الأولى في السلسلة الطويلة وهي مجموعة الأواج وتنسب إلى الكحول. والمجموعة الثانية هي مجموعة الإيثر الإيثوكسي. لكن يجب في هذا المركب يجب أن نميز بين ترقيمين. يوجد لدينا نظامين في الترقيم. النظام الأول في السلسلة الطويلة يجب أن نعطي أقل أرقام لمجموعة الهيدروكسي لأن يعتبر هو المركب الأصل 1, 2, 3, 4. إذن ذرة كربون رقم 3 حاملة مجموعة الإيثوكسي، هذه مجموعة الإيثوكسي. زين، الآن نكتب 3، لكن هذه المجموعة القصيرة، هذه مجموعة طويلة وهذه مجموعة قصيرة. إذن المجموعة القصيرة أيضا تحتوي على ذرة كلور، مرتبطة ذرة كلور بذرة كربون رقم 2 1 2 1 2، لأن يجب أن نعطي أقل أرقام لمجموعة الإيثر. إذن 1 2، حتى نميز بين كلا الترقيمين لكلا السلسلتين نعطي 1 برايم 2 برايم، حتى نميز بين كلا الترقيمين فنقول 2 برايم كلورو إيثوكسي، كلورو إيثوكسي 1 بيوتانول، 1 بيوتانول، لأن سلسلة طويلة وهي تعتبر المركب الأصل هو البيوتانول. ذرة الكربون الحاملة مجموعة الأواجهة ذرة الكربون رقم 1. السلسلة القصيرة ومجموعة الإيثوكسي مرتبطة بذرة كربون رقم 3 وحاملة مجموعة حاملة لذرة كربون ذرة كلور على ذرة كربون رقم 2. إذا 3 ذرة كربون رقم 3 لسلسلة طويلة، 2 لذرة كربون رقم 2 في مجموعة الإيثوكسي المرتبطة بذرة كلور، إذا 2 كلورو إيثوكسي 1 بيوتانول، ذرة كربون رقم 1 مرتبطة بها مجموعة الأويج، إذا 3 2 برايم كلورو إيثوكسي 1 بيوتانول. إذن عندما يكون لدينا أكثر من نظام ترقيم في المركب يتم تمييز هذا الترقيم، نضع فتحة على الترقيم المجموعة الثانية والمجموعة القصيرة. إذا لدينا نظام سلسلة طويلة وسلسلة البيوتانول ونظام السلسلة القصيرة والمجموعة القصيرة مجموعة الإيثوكسي. حتى نفرق بين كلا الترقيمين يجب نضع فتحة على الترقيم المجموعة القصيرة حتى نفرق بين ترقيم السلسلة الطويلة وترقيم السلسلة القصيرة. إذا نسمي الكومن نيم عندما تكون المجموعات بسيطة ومعروفة مثل أثيل بروبيل بيوتيل أيزوبروبيل، لكن عندما تكون مجموعات معقدة وصعبة نذهب إلى تسمية الأيوباك نوميكليتشر. If the two groups are identical, the ether is said by symmetrical. Example: diethyl ether, diazepropyl ether. إذا عندما تكون المجاميع الألكيل متشابهة يسمى الإيثر بسيمتريكال إيثر مثل داي أثيل إيثر، داي أيزوبروبيل إيثر. الإيثر متماثل أو متناظر مثل داي إيثايل إيثر عندما تكون
كلا مجموعتي الكيل متشابه أو متناظرة يسمى هذا الإيثر بسيمتريكال إيثر. If the different group say by asymmetrical ether. إذا كانت المجاميع مختلفة مجاميع الكيل مختلفة asymmetrical يسمى asymmetrical ether. Such as tertiary butyl methyl ether or phenyl methyl ether. يسمى هذا النوع من الإيثرات بأنسيمتريك إيثر عندما تكون مجاميع مختلفة. عندما تكون المجاميع مختلفة مرتبطة إلى ذرة الأكسجين المركزية يسمى هذا النوع بأنسيمتريك إيثر. إذن سيمتريك إيثر عندما تكون مجاميع الكيل متشابهة متناظرة المرتبطة إلى ذرة الأكسجين. أما عندما تكون مجاميع الكيل أو الأريل مختلفة يسمى هذا الإيثر بأنسيمتريكال إيثر.